يبقى معنا كيف نستقبل رمضان. الناس انقسموا في استقبال رمضان الى قسم، قسم يدعو ان الله سبحانه وتعالى يبلغ رمضان ويستعد لرمضان بان يتفرغ للعباده وترك المنكرات ويتعلم بدراسه فقه الصيام، نعم، ويدعو الناس الى الصيام وينكر على من يفطر في نهار رمضان. وقسم يعد العده لادخال الناس في الشكر التمثيليات الكفريه وغيرها. الان تعلمت فقه الصيام، تراجع مع اخوانك، تعلم الناس، تصور هذه الاوراق التي هي للشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى، وتحرص على توزيعها وتعليقها في بعض الاماكن التي اذن لك بالدعوه فيها. بهذه الطريقه اخوانا انتشر العلم ويعرف الناس فقه الصيام، لان هناك من لا يدري عن فقه الصيام ويظن اشياء انها محرمه وليست محرمه، بل عليقه الان هكذا بلع الليل. نعم، ماذا عليك؟ لا شيء، لانه لم يدخل شيء لجوفه. فبعض الناس سبحان الله يتوقع يبصق يظن انه بلع الليل فيه اشياء، ما في شيء، لانه لم يدخل شيء لجوفه اصلا. حتى لو ابتلع النخاع، ابتلع النخاع هذا امر مستقبل محرم، لكن لو فعل صنع محرم لكن لم يفطر. السواك يصح ان يستاب، بل قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا احصي يستاب وهو صائم، فلا اشكال. استعمال معجون وفرشاه الاسنان الاولى ترى، وان استعمل فلا باس جائز، لكن احرص انه لا يدخل شيء من هذا الى جوفك. المبالغة في الاستنشاق مكروهة، وبالغ في الاستنشاق أن تكون صائم. هل له أن يتبرد؟ يبتسم؟ نعم، لا أشكال، ينام، لا أشكال، لكن ينام النهار ويقضي الليل في اللهو وفي المنكرات وفي كذا، هذا أمر محرم. نقضي الليل، أسهر الليل في أمور محرمة ومنكرة. قطرت العين قلنا لا اشكال لا تفضل. استعمال الابر المغذيه لانها تقوم مقام الطعام والشراب يفطر من استعمال الابر المغذيه، لكن الابر التداوي هذا لا اشكال فيها. السباحه لا اشكال. كل من افطر في رمضان لعذر فله ان ياكل ويشرب في نهار رمضان ولا يشرب. مثال الان امراه صامت بعد الظهر نزل عليها دم الحيض افطر شاهد ابدا، فهل تمسك بقيه النهار؟ لا، لانها افطرت بعذر، طهرت بعد الظهر. هذا اليوم لابد من قضاء، فهل تمسك؟ لا، جاء من سفر وهو في الطريق في السفر افطر، ثم وصل الى البلد الى بيته بعد الظهر يمسك؟ لا، لانه افطر بعذر. لكن من افطر بغير عذر يمسك ولا ياكل ولا يشرب ولا ياكل شيء من الفطرات. مثال احتجم وهو صام افطر يمسك به بقيه النهار؟ نعم، لأنه تعمد. طيب، إذا كان الإفطار لعذر فهذا يأكل ويشرب ولا يشكر، لغير عذر لا يمسك. أيضا ما يتعلق بالمريض، المريض ذكرنا المرض يؤثر على صحته وكذا، فهذا قد يكون صيام محرم. ف
فماذا يصنع؟ ننظر. إذا قرر الأطباء أنه يبرأ بإذن الله فانتظر حتى يبرأ، فإذا بل قرر سيط. وإن قرر الأطباء أن هذا مرض مزمن أيضا كبير السن يلحق بهذا، لأنه كبير السن مرض يلحق بالمريض مرض لا يجبر، فهذا ماذا يصنع؟ إما أن يطعم في نهاية كل يوم مسكين، أو ينتظر إلى آخر الشهر يجمع بحسب الشهر 29 مسكين 30 مسكين ثم يطعمهم، أو يطعم الفقراء ويطعمهم في أماكنهم بشرط أن يكونوا على عدد الأيام. هذا الذي ما أسمع. الله سبحانه وتعالى يعني أنعم علينا بنعم لا تعد تحصى، منها أن بلغ الله صلى الله عليه وسلم، فإذا بلغك الله رضا فليرى منك يعني أثر هذه النعمة بأن تشكر. إذا لا نجعل نريد أن يكون هذا الرضا غير الرضاات التي مرت، تستقبل بالجد والشهادة، تتعاون مع إخوانك، تتعاون على الصلاة، على القيام، على طاعة الله، على قراءة القرآن، تصحيح التلاوة. حضرنا من الشيخ الإمام أن يكون يعني لكم في المسجد هنا حلقة تصحيح التلاوة ودروس علمية بعد كل صلاة، لو كلمة واحدة، لو حديث واحد بعد كل صلاة، لا أشكر حديث واحد بعد كل صلاة تجتمع في ضبط صحف التلاوة